صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس، وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج، والمسجد مسجد الاسراء والمعراج، وظل المسجد الاقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين هذا النجاح الباهر. صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا، وقيل له لما لا تبني لك بيتا، فقال وما يصنع بالبيت من يتمنى لقاء الله كل لحظة. كان لا يملك الا ظهر فرسه وخيمة ميدانه. من سنة 583 الى سنة 1967 نكسة يونيو ضاع المسجد الاقصى. انني اقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة. لماذا النزاع على المسجد الاقصى ومدينة القدس؟ لانها مدينة دينية، لانها مدينة اسلامية. من 583 هجرية والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين، وفي 5 يونيو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حشدنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعة وكانت خافضة رافعة، واذا باليهود يقتسحون كل ما امامهم، تساندهم الدنيا شرقا وغربا، امريكا بالمال وروسيا بالبنين، والكل بالتأييد. وبعد ذلك قالت جل جماهير في لندن، جائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال فيصل بن عبد العزيز، وهو الان تحت اطباق التراب اثر رصاصات غادرة، قال اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. اعلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول لن نتنازل عن مدينة القدس. امنية فيصل بن عبد العزيز، اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يقل في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في ارض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لان مدينة القدس عليها نزاع. قام الشرق وقام الغرب، ومن قبل كانوا الاستيلاء على منابع البترول، لان فيصلا كان يستطيع بعزة الله ان يجعلهم ينامون يرتعدون في شدة البرد. وعندما خطى خطوته الجريئة بفصل الريال عن الدولار، وقعت الواقعة وقامت القيامة،
ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذروا الفتن واحذروا المخربين واحذروا الذين يدمرون اموال المسلمين، الذين يدمرون اموال المسلمين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.